طرد الدكتور جابر جاد نصار وإخراجه من تظاهرة الجامعة. صباح النور. كان الدكتور جابر يتصور أنه بمغازلة مشاعر الشباب أنهم سيحملونه على الأعناق، ولكن انتهى الأمر بإخراجه من هذه التظاهرة ببساطة شديدة لأنهم غضبون أيضا عليه. ولازم الناس تفهم، وأظن أنه يعني دكتور جابر رجل قانون محترم، قامة رفيعة، أنه لازم الناس تفهم أن يعني الانحياز للحق هو الأهم، وأنك توضح الحاجات للناس هو الأهم، وأنك تنتظر التحقيقات وأنت رجل قانون هو الأهم. النهاردة مجلس إدارة جامعة القاهرة شريك في هذه يعني في كل ما يحدث وفي خروج الشباب خارج الأسوار، لأنه قال إن هو هيحقق، وأنا مش عارفة مجلس إدارة الجامعة بيحقق إزاي إذا كان ما بيحققش مع العنف، إذا كان ما بيعملش مجالس تأديب. فمجلس إدارة جامعة القاهرة تخصص في التحقيقات الجنائية، دي أول مرة أسمع إن مجلس إدارة جامعة بقى بيخاف من غضب الطلبة وبيفكر إن هو يعمل تحقيقات جنائية يقدمها للنيابة. ده موضوع بالنسبة لي غريب جداً.